استوديو كان على طبيعته، لانه الراب اصلا يعني خارج من الشارع ويعبر على واش رانا عايشين ربما في الشارع الجزائري. شفنا يعني بزاف دي غابور، والطابع الاكثر انتقادا دائما اللي ينتقدوه الاول يبداو بالراب وبعد يروحوا للراي. صح صح. لكن ربما هل هذا اللي ما خلاش انه نشوفوا بزاف دي غابور نسا؟ اسكو نقدروا نقولوا دي غابوز نو دي غابور؟ ما بيش اللي نقدروا نقولوها، ما شفناش بزاف نساء، شفنا ربما اول وحده اللي ربما دخلت اكسبيريونس هي رجا مزيان. رجا مزيان، رجا مزيان ديجا ما كانتش تدير الراب برك هي، ونجحت ونجحت في شغل في ستيل اللي خدمته هذا. مي كاين فاتوا معايا انا بنات بزاف، مي لطبيعه المجتمع الجزائري صعيبه باه الطفله انها تخدم وتكمل في الراب. قلت لك لطبيعه المجتمع الجزائري كاين بنات ما يقدروش يسجلوا لافامي تاعهم ممكن، مع انهم كان عندهم مستوى كبيره. مي الراب حنا ما تهمش الطفله ولا الاطفال، ما عندناش باسكو لا باز ولا سويت في الماريكا. ما راحوش بزاف بنات ربما لانه اكثر انتقادا يشوفوا باللي الراب ما فيش كلمات يعني تدخل كامل المجتمع الجزائري، في دي كلاش فيه. الراب هو الفن الوحيد اللي يقدر يقيس الخط الاحمر من تحت بشويه، فهمتي؟ لتحت هكا شويه من هنا تتجرأ تهضر باسكو نقدروا، لكن كتبت كلمات واعيه 100% ما يوليش راب، فهمتني؟ يوليك شغل ادب بالك حاجه اخرى. مي لازم احنا نجرؤوا، لازم نوصلوا لي بوان هذوك، باسكو الراب يعتبر فن تاع المراهق. لو جون ادوليسون ما تقدرش يكون عنده لا ساجيس هذيك ولا يكونترولي كل شيء، لازم تكون عنده تحديات. ميم سي في ميساج بوزيتيف، ميساج بروبر، ميساج مليح، لازم تكون عندك شويه جرأه.